السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا متابعينا في قناة إجريك تي دي زد لأهم أخبار الجزائر اليوم. الحقيقة متابعينا الكرام، بعد تزايد التهديدات الخارجية والتحركات المشبوعة من طرف جهات وأطراف خارجية تريد الفوضى في الجزائر وعلى رأسهم دولة الإمارات، اليوم الجيش الجزائري متابعينا الكرام ينشر فيديو على صفحته الرسمية لحظة استخدامه لمنظومة الدفاع الجوي الأكثر تطورا في العالم وهي S-400 تريومف. هذه S-400 رايف متابعين حسب عدة مواقع أجنبية وغربية مختصة في مجال الأسلحة وسوق السلاح تعتبر أقوى منظومة للدفاع الصاروخي في العالم. هذه الفيديو متابعين وجه فيه الجيش الجزائري رسائل لجميع من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الجزائر، وأولهم المغرب التي بالمناسبة في الأيام الأخيرة قامت إسرائيل بإنشاء مصنع لها للمسيرات والطائرات بدون طيار في المغرب. فالجزائر توجه رسالة بهذا الفيديو وهو تتعدى حدودك ينتهي وجودك. بعد قليل متابعينا الكرام سنشاهد مع بعض قدرات هذه المنظومة الدفاعية الجوية، وأيضا سنشاهد الفيديو الذي نشره الجيش الجزائري في صفحته الرسمية. أيضا متابعينا وفي الأخبار سنشاهد الغضب الإلهي الذي حل على دولة الإمارات بعدما تقوم به الإمارات من أعمال شيطانية ومؤامرات ضد الدول العربية وعلى رأسها السودان وليبيا، وقد حاولت أن تحدث فوضى في الجزائر ولكن الجزائر كانت متفطنة لكل هذه الألاعيب والمؤامرات. فمتابعين هناك كوارث طبيعية بأتم معنى الكلمة، أنا شخصيا لأول مرة أشاهد فيها كوارث طبيعية بهذا الحجم. حجم الخسائر المادية متابعين كبير جدا تقدر بالمليارات من الدولارات. بعد قليل متابعين الأعزاء سنشاهد الفيضانات والأعاصير التي حدثت هناك. أيضا متابعين بخصوص التطورات الحاصلة في الشرق الأوسط وتحديدا في الحرب بين الكيان الإسرائيلي وغزة، هناك خبر غريب جدا ومفاجأة كبيرة من العيار الثقيل. الإسرائيليون المواطنون الإسرائيليون الآن متابعين يتوجهون إلى مصر بأعداد ضخمة جدا، هناك أعداد كبيرة جدا للمواطنين الإسرائيليين يتوجهون الآن إلى سيناء في مصر بسبب الأوضاع الصعبة والأمنية الغير المستقرة في دولة الاحتلال. لذلك متابعين ابقوا معنا لمعرفة التفاصيل. كانت متابعين هذه أبرز الأخبار والنقاط التي سنتكلم عنها بالتفصيل في يومنا هذا، ولكن قبل أن نفعل ذلك أتمنى من حضراتكم مشاهدة الفيديو حتى النهاية حتى لا تفوتكم أي معلومة مهمة، وأيضا من فضلكم متابعين لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات والضغط على زر الإعجاب. ومن دون إطالة دعونا نبدأ في التفاصيل. دعونا نشاهد متابعينا ما نشره الجيش الجزائري في صفحته الرسمية حول منظومة الدفاع S-400 الأكثر تطورا في العالم. شاهدوا متابعينا هذا الفيديو وبعدها سنشاهد قدرات هذه المنظومة وسنعرف مميزاتها حسب المواقع والمختصين في المجال العسكري. أما بخصوص قدرات هذه المنظومة متابعينا دعونا نشاهد ما قيل عن هذه المنظومة بواسطة المواقع العسكرية والمواقع المختصة فيها في المجال التسليح. كما تشاهدون متابعينا مكونات المنظومة، تنطلق صواريخ S-400 بسرعة تصل إلى 4800 مترا في الثانية وتعد الأكثر تطورا وتتفوق على نظيراتها الأمريكية باتريوت في نواحي كثيرة وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية. يعني متابعين هذه المنظومة الأمريكية باتريوت تعتبر فخر الصناعة الأمريكية، وكما تشاهدون هذه منظومة الدفاع S-400 تتفوق عليها حسب عدة مواقع عسكرية. ويقول سيرجي دروزين نائب رئيس مجمع ألماز أنتي لوسائل الدفاع الجوي الروسي أن مدى تلك المنظومة يصل إلى 400 كيلومترا وتستطيع اعتراض أهداف سريعة ما يطير بسرعة 15 ماخا أو 4800 مترا في الثانية. يعني متابعين هذه سرعة هذه الصاروخ تعتبر صواريخ فرد صوتية، لأن متابعين كيف تقاس هذه السرعة؟ عندما تتجاوز 15 ماخ فإنها تعتبر صواريخ فرد صوتية، فهذه سرعة كبيرة جدا متابعين في العرف العسكري وفي المجال الأسلحة. كما لديها قدرة على اكتشاف الأهداف بسبب إمكانية التعامل مع الرادار الخارجي القادر على رفع الهوائي فوق الغابة
كما تنطلق بشكل عمودي ثم تتجه إلى أي جهة تريد. يعني متابعين تقوم بمناورة كبيرة جدا يصعب بشكل كبير اعتراضها. فلهذا متابعين الجزائر نشرت الفيديو، وبهذا تكون الجزائر قد وجهت رسالة لجميع من تسول له نفسه الاقتراب من الحدود الجزائرية. أما في خبر آخر متابعينا، لو تتذكروا كنت قبل أيام نشرت معكم فيديو للمظاهرات والاحتجاجات التي قام بها الجزائريين، وهي عندما تم افتتاح مطعم KFC، وهو علامة مشهورة جدا تقدم وجبات سريعة لزبائنها، ولكن قررت أن تفتح متجرا لها في الجزائر، ولكن تفاجأت برفض شعبي كبير، وكنت نشرت معكم متابعين الفيديو قبل أيام. ها هو خبر جديد متابعين فيما يخص بهذا الموضوع، حيث تم الليلة نزع علامة KFC من الواجهة المطعم الجديد بالجزائر العاصمة. يعني المتابعين المتظاهرون الجزائريون انتصروا على هذه العلامة التي يتم دعمها من طرف أمريكا. أما في خبر آخر متابعين، المملكة العربية السعودية تقوم بعمل جبار اليوم متابعين حسب صحيفة وول ستريت جورنال. تقول السعودية رفضت توفير مجالها الجوي للولايات المتحدة وإسرائيل لصد الهجوم الإيراني السبت الماضي. يعني متابعين، كانت هناك إشاعات بشكل كبير على أن المملكة العربية السعودية سمحت للكيان ولأمريكا باستخدام مجالها الجوي من أجل اعتراض الصواريخ الإيرانية، ولكن كما تشاهدون متابعين صحيفة وول ستريت جورنال تفند هذه الإشاعات. الآن متابعين دعونا نشاهد ما يحدث في دولة الإمارات. متابعين، هناك حدث ضخم جدا ومرعب، هناك الغضب الإلهي ورسائل تحذير قوية بصوت مدون وضوء قوي. صاعقة تضرب مدينة الشخبوط في إمارة أبوظبي. شاهدوا متابعين هذا الفيديو ونواصل فيديوهات أخرى لكوارث التي حدثت في دولة الإمارات. هذا رمل هنا مفروض. في فيديو آخر متابعين، شاهدوا هذا الفيديو واكتبوا لي رأيكم في التعليقات. هل في حياتكم شاهدتم ظاهرة مثل هذه؟ سحابة جبل على دبي، سبحان الله العظيم وبحمده. شاهدوا متابعينا. هناك فيديو آخر متابعينا لدبي تغرق بالسيول الآن. شاهدوا كوارث متابعينا التي تحدث هناك. فيديو آخر متابعينا من داخل المطار الدولي في دبي. شاهدوا متابعينا كيف تقوم هذه الطائرات بالمرور عبر سيول كبيرة جدا وفيضانات. هذه متابعين عواقب الأمطار والفيضانات التي حلت في دبي اليوم. من جهة أخرى متابعينا، كما تشاهدون هناك فيديو من زاوية أخرى في المطار. أما في خبر آخر متابعينا، هناك خلال الأيام الماضية حشود إسرائيلية كبيرة جدا على معبر طابة لدخول سيناء في مصر. ما تعليقكم متابعين على هذا الفيديو؟ مشاهد لدخول عدد كبير من الإسرائيليين إلى سيناء وازدحام بمعبر طابة. يعني متابعين، هناك مفاجأة من العيار الثقيل. كان يتوقع أن يكون فلسطينيون، ولكن تفاجأنا اليوم بأن هناك الإسرائيليين هم من يتوجهون للدخول إلى مصر. فيبدو أن متابعين أن هناك أزمة كبيرة جدا حاصلت هناك، والمواطنون الإسرائيليون متخوفون بشكل كبير من الضربة الإيرانية أو ربما من المقاومة. فمن الواضح متابعين أن هناك أزمة كبيرة.
أما بخصوص الأخبار الجزائرية المحلية متابعينا، هناك خبر جيد جدا. من المنتظر أن تدخل أكبر وحدة لصناعة كربونات الكالسيوم على المستوى الوطني بولاية قسنطينة. مرحلة الإنتاج في الأسابيع المقبلة، المصنع سيساهم بشكل كبير في تقليص فاتورة الاستيراد مع توفير مواد ذات جودة عالية تستخدم في صناعة الصيدلانية والورق وكذا الطلاء، وأخرى تتعلق بمواد غذائية موجهة للإنسان والحيوانات. الوحدة بقدرة 100,000 طن. كما تشاهدون متابعين هذه آخر الصور التي تم التقاطها للمصنع الضخم لكربونات الكالسيوم على المستوى الوطني. أما في خبر آخر متابعين، هناك فيديوية متداولة بشكل كبير على منصة التواصل الاجتماعي ويحدث في الجزائر. فكرة جيدة جدا وفعالة للاحتفاظ بمياه الأمطار من خلال جريان أوديتي حيث تنزل عبر آبار المنطقة. هذا متابعين، الفيديو تم تصويره في غردية في الجزائر، فما رأيكم متابعين في الفكرة؟ كانت متابعينا هذه أبرز النقاط والأخبار التي تكلمنا عنها بالتفصيل في يومنا هذا. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا ترك الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات. شكرا لكم متابعينا الأعزاء على المشاهدة، ونلقاكم في فيديو آخر بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.